الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم كيفيه صنع بركان يخرج منه النار انفجاري. مشروع السنه الثانيه ثالثه متوسط علوم الطبيعه والحياه. كما راكم تشوفوا درك انا دراري غير يخرج من الدخان. درك نخليكم كيفيه صنع هذا البركان. Thank you.
لاكي سيرفييت. ها هو نشف ودروك غادي نبنترو باللا بومب نوار. بالاخضر هنايا عندي كول بلونش تاع الخشب وهذا البركان بعد ما نشف. وطبعا التجربه ما نديروهاش هنايا، نديروها في مكان واسع باش ما نشعلش الدار. مثلا انا غادي نديرها في لاتيراس. غادي نقوموا بالتجربة. البركان تاعنا مالغري استخدمناه وشعلناه كما شفتوا في الفيديو بصح قعد حكم روحه ما تطردكش. وطبعا هذا تلبيه للمشتركين اللي مكتبه لي دي كومونتير. تنجم اذا راك بغيتيه في المتوسطه تاعك ما ديرش النار تخرج منه، دير غير هذوك النجوم اللي ينباعوا في المولد، هذوك اللي تبلاصيهم هنا وتشعلهم يبقى يبان هكا، ودير الدخان بالعود كما هكا ثاني كيجي مليح.